السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير خلق الله، وبعد. الأحباب الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتوأتم من الجنة منزلا، عماكم الله ورعاكم وثبت على الحق خطاكم وجعلكم ذخرا لأهلكم ووطنكم. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أول نص نثري، وهو القرآن الكريم من سورة هود، الآيات من 36 إلى 42. الآيات تتحدث عن قصة سيدنا نوح مع ابنه وعناد واستكبار قومه. نستمع إلى الآيات ثم نبدأ بالشرح والتحليل إن شاء الله تعالى. تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الآيات كما سمعناها من سورة هود، وهي من المفترض أن الآيات حفظ إن شاء الله، وإن شاء الله هبعت لحضراتكم اللينك بتاعها على جروب التليجرام، أو هبعتها لكم نفسها على جروب التليجرام، وفرصة إن إحنا في رمضان إن شاء الله يعني نحفظها ونتعبد إلى الله بها إن شاء الله. طيب
نبدأ ناخد الآيات كده ونحللها تحليلا أدبيا. سفينة نوح أوحي أي أخبر عن طريق الوحي، أوحي أي أخبر عن طريق الوحي، أو ألهم ويؤمن أي يقر ويصدق، ومضادها يكفر. تبتئس يعني تحزن، ومضادها تفرح. الفلك هي السفينة، وتطلق على المفرد والجمع، يبقى فلك معناها سفينة، وفلك جمعها فلك، وفلك جمع مفردها فلك برضو. إنما مستر إيه أفلاك دي؟ أفلاك جمع فلك، وكل في فلك يسبحون، فلك بمعنى فضاء، تمام؟ وأفلاك أي كواكب. يبقى أنا عندي هنا جزئين، الجزء الأول الفلك بمعنى السفينة، وهي اسم جنس واحد يطلق على المفرد والجمع. أما الفلك الفلك هو علم الفلك يختص بدراسة الكون. بأعيننا يعني بحفظنا ورعايتنا وتحت نظرنا، وحينا إرشادنا وتعليمنا، وجمع وحي وحي، جمع وحي وحي بضم الواو. لا تخاطبني من الخطاب أي المحادثة، لا تحدثني، ولكن لا تخاطبني ليس معناها أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا نوح ما تكلمنيش، ولكن المقصد هنا أو المراد في الآية أي لا تتشفع لهم ولا تكن لهم شفيعاً لنجدتهم من العذاب. إنهم مغرقون، مغرقون أي هالكون بالطوفان، ومضادها ناجون. كلما شرطية للاستمرار والتكرار، كلما مر عليه ملأ تدل على المداومة، وملأ أي جماعة والجمع أملاء، يبقى جمع ملأ أملاء، وخلي بال حضراتكم من الجموع لأنها مهمة، جمع ملأ أملاء. سخروا منه أي هزئوا منه، ومضادها احترموه ووقروه. تعلمون أي تدركون وتجهلون، ومضادها تجهلون. العلم أي المعرفة والإدراك، ومضادها الجهالة. يأتيه يصيبه وينزل عليه ويحل به، ومضادها يتجنبه. عذاب معناها عقاب، وجمع عذاب عذابات وأعذبة، والمضاد نعيم. يخزيه أي يذله، ومضادها يعزه ويكرمه. ويحل عليه أي ينزل عليه ويتجنبه. عذاب مقيم أي عذاب دائم مستمر، وهو عذاب جهنم، ومضادها عذاب منقطع، ويبقى مضاد مقيم منقطع، مضاد مقيم منقطع. الكافرين هم المنكرين لألوهية الله تبارك وتعالى، ومضادها المؤمنين. أمرنا أي أمرنا الموعود بالطوفان وقضاؤنا. فار التنور أي نبع منه الماء بقوة، علامة بدء الطوفان. يبقى فار أي خرج وثار بقوة أو نبع بقوة. التنور هو إناء يخبز فيه، والجمع تنانير. قلنا أي أمرنا. احمل أي ضع وخذ معك، ومضادها اترك. من كل نوع أو من كل شيء على وجه الأرض من الطيور والحيوانات. زوجين مفردها زوج، والمراد ذكر وأنثى. أهلك أقاربك، والجمع أهال وأهلون وأهلين. من
اسم موصول بمعنى الذي، سبق عليه القول حكم الله بهلاكه وإغراقه، ومن آمن احمل معك من آمن من أتباعك، اركبوا فيها أي اركبوا السفينة، ومضادها انزلوا منها، مجراها أي سيرها ومرساها، ومضادها مرساها، المجرى مضادها المرسى، والمرسى هو الوقوف على الشاطئ، والجمع مراس. غفور أي واسع المغفرة، ومضادها منتقم، من الغفران ومضاد الغفران الانتقام. رحيم واسع الرحمة، والجمع رحماء، والمضاد قاسم. معزل أي مكان معزول بعيد عنه. طيب تعالوا نأخذ كده الآيات وننظر إليها نظرة إجمالية. وأوحي إلى نوح، لماذا جاء الفعل أوحي مبنيا للمجهول؟ الإجابة بمنتهى البساطة، للعلم بالفاعل، لأنه من الذي يوحي إلى البشر غير الله تبارك وتعالى؟ لا أحد. إذن فالمتفرد بالوحي هو الله سبحانه وتعالى، لذلك جاءت أوحي مبنية للمجهول، للعلم بالفاعل وليس للجهل به. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله سبحانه وتعالى يؤكد لنوح عليه السلام أنه لن يخرج من قومك مؤمنا غير الذين خرجوا. وما الدليل على ذلك؟ الدليل لغوي وبلاغي. انظر، لن، وأوحي إلى نوح أنه، إذن فهو أسلوب مؤكد بإن أو بأن، هذا هو المؤكد الأول. لن يؤمن من قومك إلا، لن وإلا، يبقى أسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء من طريق أسلوب القصر الذي يفيد التخصيص والتوكيد. لن يؤمن إلا من، يبقى لن وإلا، أسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء. وعندي مؤكد ثالث وهو قد آمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قد حرف تحقيق يفيد الوقوع والثبوت، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، إذن فقد هنا لا تقبل الشك إطلاقا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن، وهو أسلوب نهي للنصح والإرشاد. لا تبتئس، إياك أن تكون حزينا بما كانوا يفعلون، وهنا أسلوب النهي غرضه النصح والإرشاد. واصنع الفلك، واصنع الفلك، اصنع هنا فعل أمر يفيد، يا حضرتك بتقولي الوجوب والنصح والإرشاد، لا يا فندم، واصنع هنا تدل على الوجوب والإلزام. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر سيدنا نوح بأن ينفذ شيئا خاصا بمهام عمله الرئيسية كنبي وكرسول. واصنع الفلك، إذن فالأمر جاء قاطعا من الله تبارك وتعالى، فهو يفيد الوجوب والإلزام وليس النصح والإرشاد. واصنع الفلك، اصنع فعل أمر للوجوب والإلزام، يدل على الوجوب والإلزام. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، هذه السفينة التي ستصنعها ليس من مطلق خيالك، بل بوحي وبتوجيه من الله تبارك وتعالى ووحينا. واصنع الفلك بأعيننا، أي تحت حفظنا وتحت رعايتنا،
وتحت أعيننا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تتشفع في الذين ظلموا وهم زوجته وابنه، ولا تتشفع لهم، إنهم مغرقون، هم غارقون لا محالة. ويصنع الفلك، وإنهم أسلوب مؤكد بإن، إنهم مغرقون. ويصنع الفلك فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار وعزم سيدنا نوح على إنجاز ما أوكل إليه من الله تبارك وتعالى بكل قوة وبكل عزيمة وبكل إصرار. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وكلما تدل على المداومة والاستمرار، وكلما مر عليه ملأ نكرة للتحقير، ملأ من قومه ماذا كانوا يفعلون؟ يسخرون منه. فيرد عليهم نبي الله نوح بكل ثقة وعزيمة، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لو أنتم بتتريقوا علينا سنسخر منكم يوم القيامة، سنسخر منكم حينما تهلكون وتغرقون في الدنيا، وسوف نسخر منكم حينما تعاقبون في الآخرة بعذاب دائم مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. تخيل أن هذا العذاب ليس عذاباً فقط، وعذاباً جاءت نكرة للتهويل، نكرة للتهويل. عذاب جاءت نكرة للتهويل، وقرن العذاب بالفعل المضارع يخزيه، عذاب يخزيه. إذن وصف هذا العذاب بأنه عذاب يهين، زي ما حضرتك كده يجي حد ويضربك في كتفك، ده عقاب، أو يضربك على إيدك والعياذ بالله لو حد ضرب على وشه بالألم، يبقى هذا هو الخزي والمهانة. يبقى في فرق بين عذاب وعذاب مقترن بإهانة. عذاب يخزيه ويحل عليه وينزل عليه عذاب مقيم، عذاب دائم مستمر. حتى إذا جاء أمرنا، لحد ما جه أمر ربنا سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، العلامة التي أمر الله الأرض أن تخرجها، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيبعث إلى سيدنا نوح علامة، هذه العلامة ستكون بداية التحرك. يبقى بداية التحرك ما هو؟ أن ترى ماء يخرج من فرن الخبز. الفرن المكان الذي يستحيل أن ترى فيه ماء، هذا الفرن من البديهي أن يكون مكاناً لخروج إيه؟ لخروج النار. حضرتك لما تشغل الفرن البلدي اللي كان بيتعمل بيتبني على الأرض عند أهلنا الفلاحين، بيبقى بيتحط تحت إيه؟ نار. بيجيبوا كده العشب الناشف ويجيبوا بواقي الشجر اليابسة ويولعوا فيها. يبقى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، وفار هنا بتديك إحساس وشعور بقوة الاندفاع، زي ما حضرتك كده تبقى واقف مثلا وبتغلي اللبن وتلاقي اللبن بيفور قدام حضرتك، حضرتك بتقدر توقفه؟ تقدرش،
لو فاره خرج بيفضل يستمر إلى أن تهدأ الحرارة. حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور قل نحمل فيها، جاء الأمر من الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل، وكل هنا جاءت نكرة للعموم والشمول، من كل زوجين اثنين وأهلك، يبقى من كل الناس ومن كل شيء على وجه الأرض هناخد حاجتين. طب هو أي حد هيركب؟ لا، في تقدير أو في فئات، في ثلاث فئات هيركبوا السفينة. قل نحمل فيها، رقم واحد، من كل شيء على وجه الأرض زوجين اثنين، مذكر ومؤنث، من كل فصيلة على وجه الأرض، هذه أول فئة. الفئة الثانية أهلك إلا من سبق عليه القول، يبقى هتاخد معك مين؟ أهلك اللي آمنوا، إلا من نصحته ولم ينتصح، إلا من فرضت عليه الإيمان ورفض ذلك، أو عرضت عليه الإيمان ورفض هو ذلك. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، والفئة الثالثة ومن آمن معه. يبقى الفئة الأولى من كل شيء على وجه الأرض زوجين اثنين، الفئة الثانية أهلك وعشيرتك إلا من سبق عليه القول ولم يؤمن، الفئة الثالثة من آمن بك أو آمن برسالتك. يبقى دول الثلاث فئات اللي هيركبوا السفينة. وما آمن معه إلا قليل ولم يؤمن معه إلا قليل. قال سيدنا نوح وقال اركبوا فيها، هي الفئات الثلاثة تقدموا لركوب السفينة، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله يكون جريانها وسيرها في الماء، وبسم الله يكون رسوها. وخلي بال حضرتك وانت بتسمع، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، مش مجراها، مجريها. ومجريها هنا اسمها علامة الإمالة تحت الراء، بيبقى شكل مدبب كده أو رسمة، لو حضرتك بصيت في المصحف تحت حرف الراء تلاقي شكل الراء في شكل رسمة كده تحتيه مختلف، دي اسمها علامة الإمالة، مجريها. وقال اركبوا فيها، هيا تفضلوا بالركوب في السفينة، فبإرادة الله يكون جريانها في الماء. هل هذه السفينة ستجري بشراع؟ هل هذه السفينة ستجري بمجداف؟ كيف سيكون ذلك؟ طب هو الأصل أصلاً لسيدنا نوح، ليه ربنا طلب من سيدنا نوح أنه يصنع السفينة؟ ما كان قادر سبحانه وتعالى أن هو ينجيهم من الطوفان بدون سفينة ولا ارتحال ولا أي حاجة، زي ما حصل كده وسيدنا إبراهيم كان في وسط النار وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى ده خلاص، ده شيء يعني مفهوش تعب. طب ستنا مريم ربنا قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ستنا مريم لما كانت حامل لسيدنا عيسى رضوان الله عليهم أجمعين، تخيلي أو تخيلوا حضراتكم امرأة حامل تذهب إلى جذع النخلة وتهز لكي يتساقط عليها أنواع من البلح عشان تأكل. طب هل ده
يعني ما ربنا كان ممكن يبعث إليها الفاكهة بأي شيء، بأي وسيلة أخرى، لا، ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر أمنا مريم إن هي تعمل كده، وليه أمر سيدنا نوح إن هو يصنع السفينة؟ أولا ليعلمنا ضرورة الأخذ بالأسباب، إن حضرتك عشان حاجة تحصل لك لازم تاخد بالسبب اللي هيؤدي إليها، ده رقم واحد. رقم اثنين، إعلاء وتقديرا لقيمة العمل، إن حضرتك لازم تعمل، حضرتك مش هتقعد في البيت ورزقك يأتيك، لا، يجب عليك أن تسعى ويجب أن تأخذ بالأسباب. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، تريانها في الماء ووقوفها هو بفضل من الله وتوفيقه وإرادته وحفظه ورعايته، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. يصور القرآن الكريم، انظر إلى براعة التعبير القرآني، هذه الأمواج عالية وضخمة وقوية مثل الجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، سيدنا نوح أخذ ينادي على ابنه، وكان في معزل، يا بني اركب معنا، وخلي بال حضرتك وانت برضو بتقرأ، يا بني اركب معنا، إنما هي مكتوبة كده اركب معنا، ولكن الصح هتقول إيه؟ يا بني اركم معنا، اركم معنا بالميم، في إقلاب الباء هنا أصبحت ميم، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. وطبعا زي ما قلنا قبل كده الآيات من سورة هود من الآية 36 للآية 42. طيب احنا يا شباب فاضل لنا 9 دقايق والميتنج يخلص، فاحنا هنعمل ايه لو احنا شغالين؟ لو الميتنج خلص هندخل تاني على نفس اللينك، لو الميتنج قفل هنخش تاني على نفس اللينك، نفس اللينك هندوس عليه هنخش تاني على نفس اللينك ان شاء الله، فاحنا هنستمر لحد ما ايه وقتنا يخلص. طيب احنا كده فسرنا وشرحنا الصورة إجمالا، تعال ناخد بها آية آية لوحدها. الآية 36، لقد أخبر الله سيدنا نوحا عليه السلام أنه لن يؤمن بالله غير من آمن به من قبل. وأزيدكم معلومة، أن هؤلاء الكفار كانوا يوصون أولادهم وأحفادهم وأحفاد أبنائهم ألا يؤمنوا وألا يستمعوا لنصيحة أو إلى تعاليم نوح عليه السلام. لذلك دعا نوح ربه، قال رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، هيضلوا بقية المؤمنين، ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن أخبر الله سيدنا نوح عليه السلام أنه لن يؤمن بالله غير من آمن به من قبل، فلا تحزن لكفرهم يا نوح، ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق من سخريتهم. ثم أمر الله سيدنا سبحانه وتعالى سيدنا نوحا أن يصنع السفينة بوحي من الله ورعايته وحفظه، لتكون وسيلة لنجاة المؤمنين وحفظ الحياة على الأرض، كما أمر الله نوحاً ألا يخاطبه ولا يشفع في أمر المكذبين لأنهم مغرقون بأمر الله تعالى. يبدأ سيدنا نوح عليه السلام في صنع السفينة امتثالاً لأمر ربه، وكلما مر عليه جماعة من قومه يسخرون منه قائلين ليست هناك بحار أو أنهار يا نوح، فأين ستجري سفينتك؟ ويرد نوح عليه السلام بأنه سيسخر منهم كما يسخرون منه،
عندما يعلمون ما أعده الله لهم من سوء العقاب الذي يخزيهم في الدنيا وفي الآخرة، وأنهم سوف يعلمون من سيصيبه عذاب مهين في الدنيا وينزل به عذاب دائم لا ينقطع عن صاحبه في الآخرة. ولما صدر أمر الله بهلاك الكافرين وتفجير الماء من فرن الخبز، أمر الله نوحاً أن يحمل في السفينة من كل نوع زوجين وأهله إلا من كفر منهم ومن آمن بالله من قومه. قال نوح عليه السلام للمؤمنين أن يركبوا السفينة قائلين بسم الله عند سيرها على الماء، وبسم الله عند رسوها ونزولهم منها، فالله تعالى يغفر ذنوب عباده التائبين ويرحمهم. ونهاية الآيات ببداية الطوفان وانطلاق السفينة بنوح وقومه بين الأمواج التي كانت مثل الجبال في قوتها وعلوها وارتفاعها، ونادى نوح ابنه ليركب معه وينجو من الهلاك مع الكافرين. جماليات النص القرآني. جماليات النص القرآني أو بلاغية أو بلاغة النص القرآني. أوحي إلى نوح، كما قلنا بناء الفعل للمجهول للعلم بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أسلوب توكيد أو أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد، وأداته هي النفي والاستثناء، لن يؤمن إلا. اصنع الفلك، أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد. لا تخاطبني في الذين ظلموا، أسلوب نهي للنصح والإرشاد. فلا تبتئس، أسلوب نهي للنصح والإرشاد، يوضح رأفة الله تعالى بسيدنا نوح عليه السلام. بأعيننا ووحينا، تعبير يدل على رعاية الله وحفظه لسيدنا نوح عليه السلام. كلما مر عليه ملأ من قومه، أسلوب شرط، وكلما يا أداة شرط، كلما مر عليه من قوم ملأ من قومه عملوا إيه؟ سخروا. يبقى أسلوب الشرط هنا كلما مر سخروا، وهو أسلوب شرط يفيد التكرار والاستمرار، وملأ توحي بكثرة المستهزئين. فإنا نسخر منكم، تعبير يدل على ثقة نوح عليه السلام في نصر الله له. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، تعبير يدل على شدة العذاب، ويأتيه ويخزيه، يخزيه ويحل، هي أفعال مضارعة لاستحضار صورة العذاب. وكما قلنا أن عذاب جاءت نكرة للتهويل، وعذاب مقيم يدل على الخلود في العذاب. احمل فيها أسلوب أمر للنصح والإرشاد. إلا من سبق عليه القول، استثناء للكافرين من النجاة. وما آمن معه إلا قليل، عندي ما وإلا، يبدأ أسلوب قصر التخصيص والتوكيد يفيد، وأداته النفي والاستثناء. اركبوا فيها، أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد. بسم الله، تعبير يدل على ضرورة الاستعانة بالله في كل شيء وفي كل فعل تفعل.
مجاريها ومرساها. تضاد يوضح المعنى ويؤكد. موج كالجبال تعبير يدل على مدى ارتفاع الموج. يا بني نداء يوضح مدى حب سيدنا نوح عليه السلام لابنه. وطبعا بني فيه تصغير كلمة ابن لبيان قربه من قلبه. كان في معزل تعبير يدل على شدة إعراض ابن نوح عن دعوة أبيه. اركب معنا أسلوب أمر للنصح والإرشاد، ولا تكن ده أسلوب نهي للتحذير. فاضل أقل من دقيقة يا شباب، اللينك هيفصل، هنخرج وندخل تاني على نفس اللينك.